التخرج دفعة جديدة من أساتذة موجهين للتدريس في الطور الابتدائي والطور المتوسط والطور الثانوي، وموزعين على عدة تخصصات: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التكنولوجيا، العلوم الطبيعية والأدب العربي. طبعا هذا السنة عرف التخرج 260 أستاذا وأستاذة سيستلمون مناصب عملهم في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله على مستوى مختلف مديريات التربية. هذا الموسم جد متميز بالنظر إلى الديناميكية الكبيرة التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما مع اعتماد الرقمنة والتوجه نحو خلق المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكل هذه الديناميكية. وطبعا المدرسة العليا للأساتذة تجتهد لمواكبة هذا التطور بفضل الله أولا، وبفضل أساتذتنا الكرام وكل القائمين على المدرسة العليا للأساتذة. ها قد وصلنا إلى اللحظة التي ينتظرها الجميع، راجين من المولى إن شاء الله أن يوفقنا في مسارنا المهني والدراسي مستقبلا إن شاء الله.